أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن ما يحدث في غزة يخالف القانون الدولي والإنساني. أشار الصفدي إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي على غزة واحترام القانون الدولي الإنساني. أننا نطالب بالوقف الفوري لهذه الحرب التي لن تنتج إلا المزيد من الدمار والمآسي، لن تؤدي إلى سلام ولن تضمن أمن إسرائيل ولا أمن فلسطين، بل تهدد المزيد من الخطر ليس فقط على أمنهم ولكن على أمن المنطقة برمتها. لنقول بضرورة إيصال المساعدات الفورية بشكل غير منقطع إلى الفلسطينيين، لأن في حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في الماء والغذاء والدواء والوقود جريمة حرب واضحة للقانون الدولي وخرق جريمة حرب واضحة وخرق واضح للقانون الدولي. ونقول بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. موقفنا كلنا، نحن ندين قتل المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم. نحن نطالب بحماية المدنيين، نحن ندين استهداف المدنيين. هذا موقف مبدئي إنساني أخلاقي قانوني نلتزم فيه.